الخطة تعود إلى 1983 وبقيت سرية إلى أن أحياها طاقم بوتين، لأن من المهم تدمير العدو في الطريق إلى الران. 2 مليون بولوني من القتلى، ويحاول الناتو العمل على تدريبات متقدمة للرد على هذا السيناريو الآن، فكأننا نعيش 1983 كما بين مدينتي فينلو ونيميغ في جسر نهري أو جسر عائم، والجنود يعملون على تنظيف خزاناتهم في لحظة خطرة للغاية من الحرب الباردة وقبل 40 سنة. ونتيجة النقص في تجهيزات الاتحاد السوفيتي، العالم كاد أن يفجر حربا عالمية ثالثة عبر السلاح النووي. القادة العالميون اجتمعوا في موسكو في وضع يشبه القمة في 15 نوفمبر 1982. قائد الاتحاد السوفيتي ليونيد بريجنيف دخل موسكو، وقادة دول لن يجتمعوا اجتمعوا في هذه الأحوال. كان هناك ضياء الحق الذي يساعد المجاهدين الأفغان لثلاث سنوات، وأيضا فيديل كاسترو وهو يجول في الساحة الحمراء، وممثلين عن الحكومة الأمريكية التي أرادت اغتياله في 100 محاولة. والعلاقات السيئة بين واشنطن وموسكو قد تختصر الكلمة في توتر. هؤلاء الذين حولوا أقمارهم الصناعية إلى أفغانستان منذ ديسمبر 1979، قبل 6 أشهر تماما، بريجنيف مع جيمي كارتر يوقعان اتفاق فيينا الذي يقلص من إنتاج الأسلحة النووية. وكان مهما للكرملين الحفاظ على سواحل المحيط الهندي. كان واضحا جدا أن الاتحاد السوفيتي لن يتنازل عن المحيط الهندي. بعد شهر من التوقيع دخلت القوات الروسية إلى أفغانستان، وأناطولي شيرنييف نائب رئيس الشؤون الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كتب في حينه: كارتر قرر وقف 17 مليون طن من الحبوب والخبز والمعجنات انتهت في كل موسكو. بعد مجيء رونالد ريغان الذي ضعف ميزانية الدفاع خلق إشكالا إضافيا، وهنا جاء رئيس الكي جي بي يوري أندروبوف رئيس لجنة أمن الدولة السوفيتي الكي جي بي، أعلن عملية الهجوم بالصواريخ النووية أريان كما تختزل. كان الكل يريد أن يرى العملية في جزء منها مجرد استعدادات، لكن واقع الحالي أن كل من الطرفين يعرفان كل دقائق ريان. واليوم ريان وهي التي تعمل على الصواريخ النووية بضربات مؤكدة وموجهة، منها على وجه التحديد ضربة على نهر فيستول. في ساعتين هناك قتلى بمليونين من البولونيين، و500 كيلوطن قنبلتين منها على فيينا، ميونخ، الدنمارك، وبخصوص ليون في اليوم 9. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الشرق الأوسطية. القليل من يعرف أن بوتين كان بهوية ألمانية، كان يتحرك بهوية ألمانية. في 2018 واضح أن أسوشيتد بريس نشرت ونشرت الوثيقة أيضا. لم يكن هذا مهما للغاية. المهم في كل ما يجري أن ألمانيا الشرقية كانت حاسمة في عدم الوصول إلى حرب عالمية ثالثة، لأن ألمانيا الشرقية هي التي ارتكز عليها دائما الروس في توازنات الحرب الباردة. وبعد فقدان هذا التوازن أصبح الحلف الأطلسي يلتهم كل شيء إلى حدود روسيا. إذن أهم معقل على وجه التحديد هو ألمانيا الشرقية. اليوم ألمانيا التي كانت شبه متوازنة وتحاول أن تكرس من هنا الغاز ومن هنا المظلة النووية الأمريكية، كان كل شيء يذهب بتوازن إلى عهد ميركل، وميركل حسمت وضعا استثنائيا في دونباس أساسا انطلاقا من مينسك إلى جانب الفرنسيين. كان كل شيء يمر عبر الألمان. الألمان اليوم هم من قرروا عكس المعادلة. فلو دخل تماما الألمان على الخط وطلبوا أن يطبق على وجه التحديد زيلينسكي
ما وعد بي في مينسك وأن يجدد الأمر ويدمج قضية الحكم الذاتي أو الاستقلال الذاتي تحت الحكم المركزي لكييف، كان كل شيء سينتهي إلى تسوية. لم يرغب الألمان في هذه التسوية. واقع الحال أن ألمانيا أرادت من هذه المواجهة وأمام هذا الفخ أن تربح أمرين اثنين: أولا نووي بالنسبة إليها، ثانيا أن روسيا يجب أن تضعف أكثر. إذن في أوروبا والأمن الأوروبي إضعاف فرنسا أصبح واردا، بريطانيا من خارج التنافس، ولدينا روسيا في المنطقة الأوراسية. كان الألمان يودون إضعاف روسيا، فوجدوا هذه الطريقة الأنسب، لأن المهم هو دعم بشكل أكبر، والألمان هم من رأوا أن يزيد عمر هذه الحرب، لأنه كلما زاد تأهل الألمان للدخول إلى العالم بدون أدنى قيود. قيود الحرب لن تكون أبدا، ولذلك فقيود السلام شديدة التعقيد. لكن في هذه الظرفية على وجه التحديد لا نرى أن إمكانية الحد من طموحات الآن ألمانيا، فقد انطلقت من القمقم وانتهى زمن التحكم في ألمانيا، لا من طرف الغرب ولا أيضا الشراكة المفروضة على فرنسا انطلاقا من ألمانيا، أو مفروضة على وجه صحيح من فرنسا على ألمانيا. ألمانيا التي لم ترى ما بعد الدخول إلى دونباس وبعد تحرك القوات وبعد الضربات، كانت لديها كل الفرصة في أن تؤكد بالعودة إلى مينسك وإعلان وقف إطلاق النار وأن تقف القوات في دونباس. لا أحد تحدث عن ذلك. الألمان كانوا يرغبون في إضعاف روسيا والخروج من قيد فرنسا دفعة واحدة، بعد أن أصبحت بريطانيا تواجه بمفردها ألمانيا. لذلك فبالنسبة لروسيا فرض عليها فرضا الآن أن تمر عبر ألمانيا، أن تمر عبر ما كان يوده تماما ذاك الضابط الذي حمل الهوية الألمانية، وهذا ما كشفته المخابرات ستازي عموما في بولونيا، فقد كشفت أدق التفاصيل بالنسبة لما يفكر بشأنه بوتين. بوتين أدق تفاصيل لدى المخابرات البولونية، وتعرف أن إمكانية إطلاقه للسلاح النووي غير وارد، وأيضا بالنسبة لدخول بولونيا على خط الحرب فهذا الذي يريده. فمسألة مليوني بولوني دفعة واحدة في تطريان أصبح شيئا مباشرا، لأن لدينا خطتان. الخطة الأولى هي خطة تريان لاستخدام الصواريخ النووية انطلاقا من فيينا، بولونيا باثنين مليون قتيل، ووصولا في اليوم التاسع إلى ليون الفرنسية، وبعدها هناك مراحل في هذه العملية. إذن هذه عملية ريان، أو تسمى في بعض الأحيان رين أيضا. وهناك قصة الوصول إلى رين، وهذا في 7 أيام، ولديه ترتيبات أخرى. إذن لدينا خطتين في نفس الآن، وكلاهما اليوم يعمل عليهما طاقم بوتين. وحاليا يرغب الجميع في الاستنزاف، في المزيد من الاستنزاف بالنسبة لروسيا لإبعاد مثل هذه الخيارات. وهذه الخيارات معروفة لدى المخابرات، يعرفون كيف فكر بوتين بأدق تفاصيل حول الخطط التي كانت آنذاك، وما هي مساهمته، وماذا يريد أساسا إلى آخره. كل هذا بتفصيل مسهب وبأراء سرية للغاية، يتأكد أن وضعية إطلاق السلاح النووي على أوروبا هذا شيء مستبعد، يريد أن يوصله إلى الأوروبيين. لكن الأوروبيين بعد أن أكد ألا خطة ودخل أوكرانيا ومباشرة الآن، فهناك خطط مؤكدة خصوصا بالنسبة لبولونيا. إذن واقع الحالي أننا أمام استثنائيات، خصوصا أمام عودة ريان 2.
ريانتو هذه أو هذا المخطط الشديد الدقة والذي أخذ اعتباره في مواجهة بولونيا، وبولونيا لا تريد الدخول إلى الحرب، ولكن هناك 1000 بولوني اليوم في الجبهات، كل هذا يعرفه الجميع. إذن أمامنا خطة اسمها ريان 2 التي غيرت من ريان 1 والتي تدخل الآن، والمواجهة ستكون ضد كامل أوروبا أو أوروبا أو ما يسمى بأوروبا الناتو. إذن هذا الذي يريده أيضا الأمريكي. الأمريكي لا يريد بأي حال الدخول في مواجهة هو، إنما يريد دعم هذه المواجهة على وجه التحديد. وهذه قصة شديدة التفاصيل، إذ أنها قد أعلنت بطريقة مباشرة أن بوتين لديه ريان 2، ريان 2 الخطة النووية الثانية المعدلة عن ريان 2 لعام 1980 القرن الماضي وقبل 40 سنة تماما. إذن في 1982 كانت ريان، واليوم في 2022 في ريان 2، وهذا الذي سيعمل عليه الآن بوتين. لكن أهم ما في هذه الخطة أو الذي سرب من هذه الخطة أن هناك هجوم نووي بقنابل دقيقة مواجهة، وهذا سيعطي أفقا لفتح المجال لدخول جزء من ألمانيا. إذن ألمانيا ليست جزءا مقصيا من هذه الخطة. ثانيا أن بولونيا إن رد الناتو على الهجوم على بولونيا، فإن الحركة باتجاه ألمانيا وشرق ألمانيا أصبح مكشوفا، لذلك فالعملية كلها ستنتهي إلى استخدام القنبلتين النوويتين من 500 كيلوتون كما في الخطة الأولى. ولذلك فإن العملية كلها الآن عملية مدروسة بصواريخ وبقنابل، وهذا الذي يمكن تجديده الآن مع تعديلات طفيفة، إذ واضح أن استخدام النووي ضد ألمانيا جزء لا يتجزأ من هذه الخطة، وهذا هو الذي يجعل منها انتحارية عند البعض، وعند البعض الآخر ستكون حاسمة باتجاه تحويل ألمانيا أو على الأقل تحويل أوروبا أو جزءا منها إلى الظل الروسي الذي وصل إلى انشطار ألمانيا، ومن ثم أيضا وصل إلى التأثير على فرنسا باليسار الفرنسي. كل هذا يمكن اليوم أن نقول أن ريان 2 التي لدى بوتين هي الآن تحت الدراسة، وقدمت فيها تفاصيل كثيرة لا تزال سرية، ولكن بوتين مستعد أيضا لمثل هذه الخطوة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.